غادي جاي من المغرب. المهم نسمعوا هاد الهضره ديالو ونرجعوا في التعليقات. وهذا اللي قال لك ومن غير هادشي ناض سيدي تيسبنا في الاخت سهام، اخت سهام المغربيه الحره في هولندا، ديما تكوميكاش عمرها تدوز لكم فيديوهاتها، وغادي نخليوها تجاوبوا مازال وماشي هي شحال واحد غادي يجاوبوا، ولكن نسمعوا هو الاول. قول لي صاي صاي تعملوا بدل ما غادي شي يجي يديروا حفله ودايرين الموسيقى، شكون اللي قال لكم انيلا؟ ما انيلا والو مساكين جوسكا بريزو مازال يعيطوا لي قالوا لي بلال الارواح الله يرحم اللي ماتوا لك، الله يرحم الوالدين الارواح. غير انا قلت لهم يا خويا الله غالب، ضروني بزاف ضروني بزاف ضروني بزاف، ناكل خبزه بالبصل والطوماطيش وما ناكلش خروف عند الناس المنانه. منانه دابا هذا بان ليه منان، عرفتي سيدي بيني على الحقيقه ديالو، كرهوا لي كما الكراغيله كاملين، كرهوا لي ديال المعقول عيا ما ياكل ويشرب في المغرب ويعيش من كل شيء في المغرب، ومن مورا دابا بيان سور عايش في فرنسا هو كاع ما مسوخ لا الجزائر لا والو، على حسب ما سمعت في شي اخبار ان قال لك الاب ديالو متشرد في الجزائر، الله اعلم داك الشيء تيهمو. المهم ان حاجه من مور حاجه تتبين انه كرهوا لي منحط كما بزاف بحالو، حيت نورمالمون الناس واحد الشعب اللي عييتي ما تاكل وشرب من تما ما قال والو، حنا ما طلبنا منك حتى حاجه، حنا كاع ما تسوقنا لك، حنا الحاجه الوحيده اللي عندنا معاك المشكل فيها ماشي معاه، عندنا مع الملتقى الدولي ديال المغربي ديال التفاح. علاش اخويا بتعيطوا لبلال؟ عطا الله المغاربه ما تعيطوش اخويا، هذاك ملتقى وطني وطني مغربي، ما يكونش بلال يكون فيه مغاربه، هادشي اللي تنعرفو، ملتقى دولي وطني يكونوا فيه مغاربه، ما يعيطوش لنا على البراني، التفاح المغربي ما يكونش البراني، هادشي علاش هضرنا، ناض هو في بلاصه ما وبيان سور علاش بلال؟ حيت بلال كان ديجا دار خرجات لا علاقه، وفي المونديال قال لك انا نشجع فرنسا، بزاف د الحوايج، المهم ان من مورا هذاك الشيء في بلاصه ما يدير اعتذار، ناض سيدي باقي تيزيد يغرق راسو معانا. المهم حنا ما عندنا ما نسوا نديروا لا باعتذار لا بوالو، حنا ما عندنا ما نديروا به هي 17 وهادو اللي ما تجيش عندنا ما تجيش عندنا، على راكم حاسبين انا لبت لافاليز تاعي وجيت نطبطب والسلام عليكم كاش خدمة عييتي ما ديرو هادي الناس صافي كاطر ولا طرواز راهم يعيطوا لي مساكين الله يعمرها دار ويكثر خيرهم، يعيطوا لي بلال وين تنديروا حفله وانا اشاك فوا رالونتي اشاك فوا نقول لا خطره جايه من بعد بانت لي بلي كثرت، صاي الناس راهم باغيني نروح نخدم على روحي، وسيرتو سيرتو هادوك لي فان تاعي والناس اللي تبغي بلال، وعلى بالي بلي كاين ناس تبغيني في البلاد في المغرب، باغي تبغي ما تبغيش الله غالب، هادي ما عندك محبه تاع الله ما تجيش تقلع حالي نتايا بفيديو، يبغوني يبغوني ما عندك. المهم السيد هذا يدبر راسو الا جا في الا جا في دوك لي سواري البريفي عادي شغلو هذاك بينو بين الناس اللي تيعيطوا ليه، ما عندنا سوق، ولكن الملتقى الوطني كما قلنا شي حاجه تتهم المغاربه اش بينا به ما عندنا ما نديرو به، وحتى هذوك سارات البريفي الا شي واحد مشى ليه من مورا هاد الشهاده اللي دار غادي يتفلو على راسو. المهم ان هاد السيد هذا سيدي كما قلت لكم زاد بين من موراها زاد تيقول لك حنا المغاربه لي فان ديالي وهذا، ومن موراها تي كلاشي و تيسب في المغاربه اللي قال لك ما تيحبوش، واش هذا ما تيمرقش؟ ومزاد مازال كلاشا لينا الاخت سهام مغربيه حره اللي ما عرفهاش، دابا ندوز لكم الفيديو تتجاوبوا ما غادي تطلقوش لا هي ولا بزاف الناس جاوبوه. المهم اسيدي هاد السيد هذا راه زعما ما عرفتش ما عرفت زعما اش بوي هنا بلال سي تانون بزاف عليك. تخيلي معايا وحده كتبات الاخت المغربيه الاخرى قالت ليها بلال زعما راجل بزاف عليك، يلاه اسمع انت قال لك بعد الغاء حفله سعيد شرف تعوض الشاب بلال في الملتقى الوطني. المهم سعيد شرف الصناجي سيدي اللي عوض مرحبا كلشي مغاربه، اش غيكون هاد بلال شيخه شيخه كيغني في الكباريات تاع المريولين والمريولات، ومني كيساليوها شراب ويساليوها غبره كيمشيو يديروا الممنوعات، شكون غيكون بلال كيقرا لينا الدمياطي؟ بلال هو اللي صوب لينا الضو، راه ما كاينش بلال عندنا الصنهاجي، ما كاينش الصنهاجي عندنا الشيخات، ما كاينينش الشيخات، كاينه ساندي سوار كتغني عندها واحد الصوت خطير، كاع الا كحالت كحالت ما بقاوش عندنا المغنيين نجيبوا دنيا مرت احساس. بلال بزاف عليك، ايوا كان بلال راجل عندكم راه تا امينه خليفه تا هي راه مرا سير 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 اختي بهال الشاب بلال يرفض رسميا الاعتذار لجميع المغاربه من طنجه للقويره. سمع معايا اش قال، قال لكم انتوما
نتوما يا خوتي المغاربه اللي شادين فيه، نتوما اللي باغينو، وحنا غنجاوبوه بالسلام ديالو من بعد ما تسمعوا التصريح ديالو. لا رقم حاسبني من البيت لافاليس تاعي وجيت نطبطبالو السلام عليكم كاش خدمه. هذه الناس صافي كاطر ولا طروازون راهم يعيطوا لي مساكين الله يعمرها دار ويكثر خيرهم، يعيطوا لي بلال وين تنديروا حفله وانا اشاك فوا الرالونتي اشاك فوا نقول الخطره الجايه. بلال هذا تيدير بحال ما عرفت تيغني كما قال لك الطمياطي تيقرا الطمياطي والحماق هذا وبلال لا بلال اغاني كان هو تحريض على القرقوبي وتحريض على المشاكل وتحريض على الحريق هادشي كان اش كان اغاني ما ساوي حتى حاجه لا هو ولا اغاني لاش هذا الموضوع كامل وما يستاهل كاع تهضر عليه لا يجي عليه يجي لا هو ولا اي واحد بحالو يعني بعد بانت لي بلي كثرت صاي الناس راهم باغيني نروح نخدم على روحي وسيرتو سيرتو هادوك لي فان تاوعي والناس اللي تبغي بلال وعلى بالي بلي كاين ناس تبغيني في البلاد في المغرب باغي تبغي ما تبغيش الله غالب هذه ما عندك محبة تاع الله ما تجيش تقلع حالي نتايا بفيديو شكون اللي قال لكم اني لو ما لا والو مساكين جوسكا بريزون مازال يعيطوا لي قالوا لي بلال الارواح الله يرحم اللي ماتوا لك الله يرحم الوالدين الارواح غير انا قلت لهم يا خويا الله غالب ضروني بزاف ناكل خبزه بالبصل والطوماطيش وما ناكلش خروف عند الناس المنانه ونسكن في قربي بالقصب في وسط العيش وما نسكنش في قصور تحت الاهانه اخ اخويا وانا نقول لك هادو اللي قدوي المهم من مورا هاد السطوره الخاويين ديال الشعر الخاوي ديالو اللي قال هي فاش كلاشا الاخت سيام المهم ديجا بعدا تيهضر على المنانه الناس المنانه ما فهمش شكون اللي من عليك ولا تسوق لك راه انت اللي دخلتي طول عرض انت اللي ما احترمتيش لا الجنسيه المغربيه ما احترمتيش المنتخب الوطني ما احترمتيش الشعب المغربي كاع هادشي كامل وما احترمتيهش وبغيتينا انت احسن حاجه في هذه اللقطه هذه ولا في هذه القصه اللي وقع مع بلال ما بينه وما بين المغاربه احسن حاجه واقعه هي اش هو هذا التلاحم المغربي ان المغرب الحمد لله شعبا فاش تيتلاحم تيفرض واحد تيفرض وجهه النظر ديالو تيفرض كي تنقولوا تيفرض الراي ديالو هذه هي اهم حاجه وما بلال ولا غيره لا ما تيستاهل حتى واحد فيهم انه نضيعوا الوقت ونهضروا عليه انت عليهم هما الشعب المغاربه العز والكرامه وما نقبلوش الاهانه جبناهم وكبرناهم وكلناهم وشهرناهم حتى تنفخت ليهم البطانة المغاربة بلد مضياف عندي ندير لك البسطيل والطاجين لما عنديش ما نحط ليكش البصل والطوماطيش نحط لك خروف بالجلبانة المغاربة الحمد لله بلاد وحدة من طنجة لقويرة وبالجنسية ما نقبلوش الاستهانة هذه رسالة للسي بلال بعد على الأقل عرفنا معاه من احنا الحمد لله وخا داز عندنا في التلفازة وطلع الليسين وكلم على المغاربة ودار الحفلات الخاصة وجمع الآلاف ديال الأوروات من هنا من المملكة المغربية هذه واحد 30 عام هو تيطلع في كاع ليسين ديال المغرب ولكن ماشي مشكل الدنيا هانية إن جامي تخو طاغ بوغ بيان فيغ الحمد لله أنه عرفنا اللي معانا واللي ماشي معانا وإلا كانت مرة أخرى نعاود نقولها لخويا إلا كانت أوروبا وما أدراك ما أوروبا و19 دولة في الاتحاد الأوروبي و30 دولة في إفريقيا و100 دولة في العالم كتبنا أنا معاكم من طنجة للكويرة دنيا هانية مغني ولا جوج المهم السبوعة راهم قالوا لنا أنا معاكم كاين خالد كاين فضيل وغيرهم الكاتب عايشين في المغرب ما عمرنا ما قلنا لهم شي ما عمر الشعب المغربي ما قال لهم شي حاجه حيت تيحترموا السياده المغربيه وتيحترموا الدوله والنظام والملك المغربي دونك وشعبه ملي كان هو شعبه دونك واحد بحال هذا راه المهم خو بيني على راسي المغاربه انتم سمعتوا واش قال عليكم قال لكم ما غنعتذرش لكم من طنجه للقويره والحمد لله احنا شعب واحد من طنجه للقويره الله الوطن الملك والصحراء المغربيه احب من احب وكريه من كريم وفلوسنا يبقاو عندنا تحياتي هذا واحد من بحال هذاك كان جا واحد ذاك النهار واحد الفلسطيني حتى هو ما باش يهز الراي المغربيه عقلته في شي مهرجان ومن غيره كانوا ناس اخرين اللي ما يستاهلوش
ما يستاهلوش، ما بقاش دوك المهرجانات تاولنا ما يستاهلوش فلوسنا وما يستاهلوش انهم يجيو يحضروا في الملتقيات المغربيه. دونك هذه رساله باش الناس المنتمين ديما نتاع داك الشيء اللي من هنا المقبل الجاي زكاو معنا امور، عارفوا شكون اللي تيدخل البلاد وشكون اللي ما تيدخل البلاد وشكون اللي يستحق وشكون اللي ما يستحق. ماشي اي واحد يستحق انه يجي ويحضر. اللي كما قال لنا ملكنا المنظور ديالنا هو الصحراء هو السياده المغربيه، منظور ديالنا مع لا في الفن ولا في العفن ولا في كل شيء، منظور ديالنا ولا في السياسه ولا في اي حاجه، منظور ديالنا هو السياده المغربيه والصحراء المغربيه. الا كاين شي واحد ما هكا ما عنده سوق ما محترم حتى حاجه عندنا ما نديرو به كما كان من الاخر. وانا الاخت سي اما هي ويلي خويا ماركي جوج اهداف على افريقيا الوسطى وما داز حتى يومين ثلاث ايام ولا ماركي جوج اهداف، واش هادو كلهم صدف؟ الهدف الاول والهدف الثاني نهضروا على هذا. هادي حيت كانت جبداتهم جلسات اليوم الارض بجوج. على اختي عم ناشطة كبيرة في السوشيال ميديا في تيك توك. ما عندي ما نقول، مغربية حرة صراحة، الله يعطيك الصحة، تحية لك أختي. نكتب عليها قصيدة بدون ذكر الأسماء، راني فهمت الميساج ديالها. نمر عليا عادي، باش تنمر ليا على شعري؟ ندوزهاش. وأنا براسي، أنا براسي تنقول على راسي مسيميمة وتنقول على راسي شاكوكة وأفتخر. زعما غادي تضرني بها؟ اسول غير انا خيتي على من اخر المغاربه الحمد لله والله ما عنده السوق في شي حاجه. انا بحال طلعت لكم النشاط دي ميستورا قال لك بغى يقسم الصحراء المغربيه وطلقت لكم النشاط عليه. ما عندنا سوق، ماشي ما عندنا سوق في الصحراء، لا عندنا سوق ان شي واحد يجي يجبدنا ولا يقول علينا شي حاجه. المغرب في صحراء هو الصحراء في مغربها، واللي ما عجبوش الحال واللي ما بغى يعتذرش انه دار الغلط وما عطاه كلشي تيدير الغلط، ولكن اللي ما تداركش الغلط هذا ما نديرو به. وحنا مع سي هام بيان سور لا تيك توك ويقولوا بقى فيك الحال تحيداتك الحفله ديال ميدلت، الحفلات الخاصه ما نهضرش عليها، هذوك تيبقاو بريفي ماناجمنت ديالهم اللي غيتحمل المسؤوليه. حنا همنا كان ديال ميدلت ملتقى وطني للتفاح وطني وستر عليها، يجيبوا لي واحد وطني ولد بلاد اللي يغني. واش قلت شي حاجه ديال العيب؟ واش خسرت الهضره؟ واش عايرت؟ واش ماشي من حقي؟ جابو سنهاجي غريبي صحته وراحته. اما بالنسبه للحفلات الخاصه كيف ما قلت الماناجمنت يتحمل المسؤوليه، حيت كيفاش يعيط على فنان اللي استهزاء بالجنسيه المغربيه ويعطوها لي عطوها لي فابور شري بها لا كريم شري بها فيلا؟ الا كانوا عندك مشاكل شخصيه مع الشاب خالد كانوا وراء الكواليس ماشي طلع الاعلام ونظى الجنسيه المغربيه. العقليه هكاك تعلم منه غير الخير. فوديل كذلك، طلياني كذلك، وكلهم تيقولوا المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. انت الاعتذار ديالك اللي حطيتي ما مكمولش، فهمتيني؟ كون طلبتي الاعتذار من المغاربه من طنجه للقويره دوزو عليك، ولكن باش كتب عليا انا قصيده وتنمر لي على شعري. حنا في 2024 ماشي في 1962 شي بحال. عمرك ما سمعتي بالشعر الكورلي الشاكوك؟ أبا الصغير يجاوبك نسمع شنو قال. وحدة طايبة كاع ما تعرفنيش، حاشا خلق ربي تحسب دبانة، نخلصك يا أختي في جاه ربي ما تسمعينيش، أنت اللي تحسك عندها حسنة. يلا شوف أنت بحال هذا، شوف هذا التحريض هذا، قال لك اللي تحسك عندها حسنة يعني بحال اللي قتلك ولا شي حاجة. شوف هذا التحريض باش تعرفوا الكراه اللي كيدايرين. شعرك مكشر تعيا هذا يبان لي كاع بنادم مزيان كرغولي مزيان والله الا شوف لا ثقه تحسب قضبه تاعها عند في الشيش. سبحان الله غوله وفرحانه، انت لبلادك انت شكون ولبلادك انت ما تشرفيش؟ علاش ما تشرف؟ انت اللي ما تشرفش. مغربيه حره تتشرف البلاد وتتهز برايه البلاد تيبا كيما حنا كاملين. اش بغيت تقول لبنات المغربيه الحره بيك راها حشمانه؟ اش هاد البسالة هادي؟ اش فين تتعرف شي مغاربة حرين انت؟ هي نخليك اختي، انا الوقت ما عنديش، عندي ما يدار، قعد. لا عندك ما يدار علاش مصدع؟ اللي تبعي فيا انا، ومشي غير انت، خلي ما نحكيش. كندير عليك وحلاتي نهضر سيمانة. وانا كتقفقف، انا كترهد. المهم وش بقى فيك الحال؟ انت بقى فيك الحال في
حاجة مادية، حنا بقى فينا الحال حاجة وطنية. الفلوس يمشي ويجي، الوطن لا، خط أحمر. ودابا ميساج يوصلك. نيكست سالينا من شاب بلال، هادي عقلتوا على العارضة اللي حطيتها في القنصلية المغربية في هولندا، كل شي اللي سناها أو اللي بارتاجاها ما شابوليك، هي مشات بالفيديوهات بكل شي. فين وصلت الله أعلم، الأمن الوطني أكيد. شنو ترى وراء الكواليس؟ داك الشيء ماشي شغلي انا، ولكن باش تخرج بهذا الفيديو وطالب من الشعب المغربي يسمح لي، ديزولي، سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم. انا عمري ما كنت مغربيه، ولكن انا كنت نمسح روحي فيكم باش نقول بلي انا مغربي، انا مش جزائريه، باش ما تقيروش الجزائريين بيا انا. ولكن انا بكامل قوي العقليه، انا جولي اون بيرسون شخصيه، ممثله افلام بورنو شخصيه، نتهضر معاكم بلي انا هي جزائريه. اوكي، انا جزائريه الاصل والجامعة رحت المغرب وما نعرفش اصلا شو هي المغرب. اوكي، هذه هي. سمحوا لي الله يرضى عليكم، سمحوا لي نتحاسب عندي رجال في كتابي، ولكن طلعوا اللي قلنا. سمحوا لي الله يرضى عليكم، المغاربه خوتي المغاربه، اقسم بالله لنموت عليكم. وسقسوا عليا الحراقه لهنايا في لا بلجيك ولا في لا تركي، كيفاش وقفت مع اخوتي المغاربه؟ سمحوا لي الله يرضى عليكم، موت عليكم، ربي يخليكم. سمعتوها؟ شنو طرا؟ تسولونيش، الله اعلم. وفي الختام نقول اللي جبدنا يلقانا. كاينش مزح، ما كاينش مزح، اللي جبدنا يلقانا. انتم ماذا تشوفوا؟ هذيك جولي اللي قاعده تتقول لهم انا مغاربه، بيان سور، يا من الاول قالت جزائريه، ولكن من موراها انا ولا تتنوض وتتقول فيديوهات بزاف خرجات وتتقول انها مغربيه، لعباد الله، وتدير لايفات وتقول انها مغربيه. ها هي جابتها في راسها وهي تطلب السماحه حتى هي. انه المغربيه ساده. السي عبد الخالق فايد من ميدلت، بيان سور، ها هو. سمعوا اش تيقول. هذا المهرجان وهذا المنطقة الجميل الوطني التفاح، وفرحان لأن هذا الحفل هذا وهذا الدورة هذه تبارك الله فيها عين الفنانة والفنانات المغربيات وبنات البلاد الغراني، ما عندنا ما نديرو به. مرحبا بالبراني، احنا بلاد سياحية، مرحبا بالبراني. هاكا ما جيتش طلع تغني لينا وتدوز لينا في القنوات وفي المهرجانات وفي داك الشيء الوطنية بريفي بون شونس، ولكن داك الشيء الوطني ما تجيش ليه اخويا. كاين المغاربة اللي يستاهلوا ياخذوا بلاصتك، هادشي اللي احسن ما كاين. زين، لأن علاش هادشي خصو يبقى عندنا في كاع المهرجانات؟ خصنا هو الزمان خصنا الزمان. على هذاك ياكل خبزه. واجي واحد السيد تا هو تيخرج ليه تا هو قصيده كملت هضرته بالبصل والطوماطيش. تي كونطري في وسط هضرته ونقعد نسعى عند فرنسا ماما انا. هادشي اللي كاين. ونسكن في قربي برك صب في وسط العيش. وما نرجعش لتزاير بلاد الكابرانا. وراكم غالطين، وشي كاع اللي خاضر حشيش. تيهضر على الحشيش ديال اش هاد الحالة هادي؟ واش هادا؟ وماشي كاع الناس جنبانا بكنوز الدنيا، انت ما تغنينيش. انا موالف السعاية والخيانة وفي الرجولة يا اللي ما تعرفنيش. انا نقش كيبونيف ودومير وبن قرينا. انا على نيفي قادر نوض جيش واخا غارقين في الدل حتى الودنينا. نقولوا يحيى عمي تبون والشنقريحة والجيش، واخا عايشين الطوابير والما يجي من راف سيمانا. الكلب اللي ينبح ما يأديش، هكذاك حالي انا. جا من الاخر كونتر مقاد مصاوب. واه السيدة انت ما طلقاتوش اللي حكموا في بلاد كلا وشربوا قراو في بلادي الا ما عقلتيش. وفر مستعين خان الطعام والامانة، خرجتي تعرف لالياتك وسيادك ما حشمتيش. حمدنا الله بان حقك الكرغولي اللي فيك في اقل من سيمانة. إلا فيك حس الرجولة واخا شكل بلادنا ما تجيش، هادي زيدها حلقة على الخراس اللي في ودنيك ونسانا. المغرب أرض الرجال، بحالك فيها ما يشرفنيش. الحاسة اللي كبروا ديك الشان كان حسبوهم شماتة وخوانا. أرض الغيوان الملحول الحساني والركادة والعيطة، إلا ما فهمتيش تراث عطى أجمل ما غنى ولادها
سيادك اللي بصح فنانه. الواي واي وكلام السوق نقول لك كاش دير به الا ما عرفتيش؟ حر به خوتك من النظام، خلاكم حاضيننا، نساكم عيشتكم اللي كيف الدبانه في بطانه. مغربيه وافتخر. كلشي تعد مع كلشي قلت ليه الله حيت يستاهل. ويمشي يشوف فرنسا مالها، فرنسا قال لك لا ها هو انت عايش في فرنسا. فرنسا غرقات ليلى يالله. الله يسر لهم. ويلا زيدلك مع الجزائر ملي ذكرنا الجزائر اه فلوطين الشعواده. شو اخر ماتش كيديروا كيرشوا في السحور وسحاب لكم لا تجيو المغرب تبقاو ديروا لنا التبهله ديالكم وهاد الحماق. حنا راه حماق عليكم وكما ديواش فيكم غتبقاو ديروا معنا ها ولا ها. رزوكم هكا ترانسفير بويا عمر تما تربطوا بالسنازل. ولا اله الا الله. ونسالوا مع هذه اللقطه هذه لقطه جميله نتاع واحد رجل امن مغربي ما شاء الله تيقول هضره غزاله. رساله غزاله من عند رجل امن مغربي الى كل مواطن مغربي. واسمعوا معايا هذه الرساله دي مزيان ونخليكم تسمعوها مزيان وكل واحد يدورها مزيان في دماغه. والله يحفظ المغرب، الله يعز المغرب والمغاربه ملكا وشعبا دائما وابدا. الله يحفظنا كاملين. خليكم على خير وخليكم مع الفيديو. الناس اللي بغيو يخربوا هذا المجتمع كيمشيو لواحد الفئتان، يمشيو اما فئه الطفل وملي كنهضروا على الطفل من الناحيه القانونيه هو اللي كان العمر ديالو يقل من 18 سنه لتحت. الا بغيت تعطي واحد الامه وتجيب لها الكاو روح لها الطفل وروح لها المراه. هادو جوج. الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. والطفل هما عماد الحاضر وذخيره المستقبل، هما الاسس وهما الركائز. هاد السقف اللي كتشوفوه هنا وهاد الباطيمون اللي كتشوفوه هنا لو كان ما كانوش هاد لي بيلي صحاح ما غاديش توقف هاد السقف هنا. لي بيلي ديال اي مجتمع من المجتمعات هما شبابها، قوتها في شبابها، قوتها في رجالها، وقوتها في فتياتها ونسائها. وملي نبغيو نعطي واحد الامه ونخربوها نمشيو للطفل ونمشيو للمراه. الراجل ما عنده ما غادي يدير. الا كان عندك المراه مخربه والطفل خارج من الجنب انت هضر ولا اقعد، ما كانش قال لي غادي يسمع لك الهضره. واذا مشات لنا هذه الفئتان ديال الطفل وديال المراه هادو هما اللي غادي يكونوا الاباء في المستقبل، اللي غادي يكونوا الامهات، وهما اللي رحنا كنترجاوهم باش اللي حنا السلف هما اللي غادي يجيو الخلف ما يكونش قايس التلف. بغينا يكون مقاد باش يمشي لنا بهذا المغرب قدام ان شاء الله بحول الله. هاد البلاد ماتوا عليها الناس وضحوا عليها الناس باش خلاو الرايه ديالها ترفرف وباش تندو الاستقلال. جينا حنا وقبضنا ديك الامانه اللي قبلنا قبضوها وحنا تسلمنا المشهد بحال حنا نديرو الرياضه هذيك اللعب ديال واحد الجري وسلم لصاحبه الاخر يقبض عليه يكمل الجري. هذا دارنا غادي في هذه المجتمع في الحياه هذه. حنا نستناو نتوما اللي غادي تنوضوا. حتى واحد يكذب عليكم اللي يقول لكم يبغي الجنان ديالو وجهه، يكذب عليكم اللي يقول لكم شي جنان ولا عنده شي حديقه ويبغي ديك الورده ديالو تبان له مدباله ولا يبقى يسقيها وتدبا وتطيح ويذبح. انتم هما الاولاد ديالهم، انتم الورود اللي حنا نستناهم، الا حنا كنسقيوهم باش الشجره تولي شجره، وملي تولي شجره تولي مثمره.